وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهيات الصغر عقد مشروع بدايتي لدعم المشروعات متناهيات الصغر مع بنك القاهرة بقيمة تمويلية بلغت 500 مليون جنيه. وقال الرئيس التنفيذي للجهاز نيفين جامع أن المشروع يستهدف المرأة والمناطق الريفية بشكل خاص، حيث يوجه 25% من إجمالية قيمة العقد للمرأة، ويوجه 60% للعملاء تحت خط الفقر، ويوجه 70% للمشروعات في المناطق الريفية. أضاف رئيس التنفيذي للجهاز أن المشروع يستهدف تمويل المشروعات القائمة بهدف التطوير والتوسع والإحلال والتجديد من خلال إتاحة قروض تساعد هذه المشروعات على الاستمرار والمنافسة. شهد الكريم للمزيد من التفاصيل معنا على الهاتف أستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة متناهيات الصغر. في البداية، الهدف من هذا المشروع، مشروع بدايتي، وكيف يمكن أن نتعرف على ملامح هذا المشروع؟ مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. بداية، ما تم توقيع من عقد مع بنك القاهرة بقيمة 500 مليون، لو تلاحظ من الاسم اسمه بدايتي. نعم. فاحنا حريصين على كل حد مواطن، مرأة، شاب عايز يبتدي ويعمل مشروع متناهي الصغر، ان هو فعلا يقدر يحصل على هذا التمويل من خلال هذا المشروع. ال 500 مليون دول تم اتاحتهم لبنك القاهرة نظرا لان بنك القاهرة يعتبر من البنوك الرائدة في التمويل متناهي الصغر، وله شبكة فروع منتشرة على جميع المحافظات، لان انا غرضي زي ما انت شفت كده من استهداف العقد اصل للعملاء تحت خط الفقر، وأصل للعملاء في المناطق الريفية، وأصل للمرأة في أماكنها. هذا القرض يتيح تمويل حد الأقصى 30,000 جنيه، ممكن أن هم ياخدوه للحصول على أي مشروع تجاري، خدمي، حرفي، صناعي صغير. التعامل بيننا وبين بنك القاهرة ده سلسلة عقود. هذا العقد يأتي في إطار مجموعة عقود تم توقيعها مع البنك بلغت 1,370,000,000,000 جنيه منذ عام 2012 على فكرة. نعم. احنا حريصين على ان نصل بمستهدفاتنا للمواطن في القرية والمركز والنجع. مش هقدر اصل ليهم الا من خلال التعاون مع شركاء النجاح او شركاء التنمية، وخاصة لما يكون بنك زي بنك القاهرة بفروع منتشرة في جميع محافظات الجمهورية. ده حقيقي. أستاذ نيفين، يمكن مشروع بدايتي أو هذا المشروع بالنسبة لحجم القرض ربما يكون مناسبا لبعض المشروعات، ولكنه يعتبر صغيرا أيضا على مشروعات تعتبر صغيرة، لكن طبعا في ظل التنامي. نعم، بقول متناهي الصغر، هذه مشروعات متناهية الصغر، كلها مشروعات متناهية الصغر وليست صغيرة. المشروعات الصغيرة هناك مجالات كثيرة، الجهاز ومبادرات من خلال الجهاز مباشرة، من خلال بعض البنوك المتعامل معها، بندي حضرتك التمويل للمشروعات الصغيرة التجاري والخدمي بيصل قيمة القرض ل 3 مليون جنيه، والصناعي يصل ل 5 مليون جنيه معايا. نعم. حضرتك. نعم. ولكني أختص هنا فئة المشروعات متناهية الصغر. هل هناك أوراق مطلوبة من المتقدم للحصول على قرض؟ كلها حاجات من أبسط ما يكون لا تعد عن كونها، بطاقة الرقم القومي، ما يفيد انه مقيم في نفس المحافظة، استعلام، حسن السمعة، كلها حاجات حضرتك في منتهى. هل هناك دراسات جدوى من الممكن بشكل بسيط انها تعين المتقدم للقرض عشان ما ياخدش الامر من خلال منطقة طبعاً مظلمة؟ طبعا يا فندم، وده دورنا كجهاز التواصل مع هؤلاء المستفيدين قبل ما يتم تحويله حضرتك. نعم. على البنك ان هو يكون مع دراسه جدوى مبسطه. عندنا الكثير من دراسات الجدوى، زي ما حضرتك قلت المبلغ صغير، فهناك دراسات جدوى نمطيه وموجوده وتناسب الفئات المستهدفه. شكرا جزيلا استاذ نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيره ومتناهيه الصغر.